يعني اخواتي احبتي في الله، يعني ان شاء الله نترك المواضيع العصريه جانبا تكلمنا فيها كثيرا، ونترك موضوع المسجد الاقصى ايضا جانبا تكلمنا فيه كثير، ونعود الى القران الكريم. وربما نذكر انفسنا في بدايات القران الكريم، في اول الكلام الموجود في القران الكريم، لعل الله سبحانه وتعالى ان يدفعنا بالذكرى. نعود الى سوره الفاتحه باذن الله، ومن الابتداء في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا ياتي بخاطرك؟ ماذا ياتي ببالك؟ يعني احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم مرارا وتكرارا، ولكن هل نتوقف عندها؟ هل نتدبرها؟ هل نفكر فيها؟ ولا اصبحت امر خلينا نقول طبيعي روتين؟ ليست امر طبيعي ولا هي روتين، فيها اسرار وفيها حياه وفيها دروس وفيها عبر. كلمه بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء عندما نقول بسم، والاصل فيها باسم، ولكن اختصارا للتسهيل صارت باسم. لما نقول باسم وانت تذكر تقول: انا ابدا قولي، فعلي، نيتي، حياتي، اي امر تشاءه تبدا بذكر ايش؟ باسم. هذا الاسم الذي تذكره انما يدل على شيء ترجو منه سبحانه وتعالى التوفيق، ترجو منه التوفيق، ترجو منه السداد، ترجو منه ان الله سبحانه وتعالى يوفقك في هذا الذي تريد ان تقوم فيه، ترجو منه الاجر على هذا الشيء الذي تريد ان تقوم فيه. نذكر اولا في حديث من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام، يقول عليه الصلاه والسلام: كل امر ذي بال، كل امر ذي بال يعني شيء مهم لك، كل امر ذي بال لا يبدا ببسم الله فهو اقطع. شو يعني لا يبدا ببسم الله فهو اقطع؟ شو يعني اقطع؟ يعني ينقطع في الدنيا، بصير امر دنيوي، وهذه الدنيا مالها؟ زائله، يعني ضاع عليك، لانه الشيء اللي في الدنيا سينتهي، ان لم ينتهي انت ستنتهي عنه، واحد من تنتين، يا تتركه يا بيتركك، واحد من هذول التنتين، فهو زائل. اذا انت رجيت من هذا الشيء ان يستمر وتستمر فائدته عند الله عز وجل، شو لازم؟ لازم تذكر بسم الله عليه. ونتذكر اخوان، كل امر ذي بال لا يبدا ببسم الله فهو أقل. ثم يعني لما نقول بسم الله، الله ناتي الى كلمه الله اخوان بعجاله، لانه هذه تحتاج الى دروس كثير. كلمه الله، ماذا تعني كلمه الله؟ انت عبد الله، أنت تعبد الله، يعني الأصل في الحبيب أن يعلم حال محبوبه، هذا الأصل. يعني لما أسألك ماذا تعني كلمة الله؟ كلمة الله اسم، ونقول عنه الاسم الجامع لأسماء الله، ولكن الكلمة من ناحية لغة، باللغة ماذا تعني كلمة الله؟ ماذا قال عن كلمة الله العلماء؟ هل في حدا عنده مداخلة بده يساعدنا فيها؟ في كلمة الله، ولا نكمل ما نعلمه؟ الألوهية من الإله، يعني من الإله. كلمة الله أخونا الكريم سؤال: من الإله، والإله طيب نيجي للإله، الإله ماذا يعني؟ المعبود الخالق، ليس هناك سوى الله، ليس هناك سوى الله. نعم، يعني هون احنا شو بدينا؟ بدينا نعيد أسماء الله التي تنطوي تحت ايش؟ كلمة الله، ولكن احنا نبحث في ايش؟ في نفس الكلمة، يعني احنا بدنا كلمة الله ماذا تعني؟ ماذا قال العرب عن كلمة الله؟ أول شيء إخواني، البعض قال أن كلمة الله يعني كلمة من الأصل ألوها. ألوها، وقالت العرب: ألوها الفطيم إلى حليب أمه. شو يعني؟ يعني اشتاق له اشتياقا عظيما. لما الام تفطم فطيمها، شو هذا الفطيم؟ شو ماله؟ يحن الى هذا الحليب. هذا الحنين شو اسمه؟ اسمه الاله، اسمه الاله. فالاله
في قول من الأقوال المعتبرة هو الشوق العظيم. قالوا أعلى درجات الشوق شو اسمها؟ ألا. فلما نقول ألا فنقول هو الذي تشتاق له نفوسنا، تشتاق له نفوسنا. فنحن كعبيد لله عز وجل نشتاق لله عز وجل في كل لحظة وفي كل حين. لأن أنت دائم الشوق لمين؟ لله عز وجل. والذي يشتاق لحبيبه إخواني شو يرى؟ يرى في هذا المحبوب ما لا يرى غيره. يعني سألوا العربي ما درجة حبك لمحبوبتك؟ شو قال؟ قال إني أرى الشمس على حيطانها أجمل منها على حيطان جيرانها. وهي شو هي؟ نفس الشمس موجودة على الخيمة هون، موجودة على الخيمة هون، ولكن هذا شو تشوف؟ عماله بشوف هاي الشمس على حيط على خيمتها أجمل منها من باقي الخيام. ليه؟ لأنه في داخلها إيش؟ في داخلها محبوبه، حبيبته موجودة داخل هذه الخيمة. فنحن نقول نحن نأله لله عز وجل. ليه؟ لأنه قلوبنا متعلقة فيه. هذا قول. تفضل. في كلمة ناس ولا الله يكرمك، هذا معنى آخر من المعاني التي قالت العرب عن معنى كلمة الله. هناك من قال أن الله من المصدر ولها، مش ألها، ألها بمعنى اشتاق. هناك من قال أنه ولها، ولها. ونحن نقول في اللغة والعاشق والهان. شو يعني والهان؟ يعني وصل إلى أعلى درجة من درجات العشق. هذا شو يعنيه الولهان. فالوله في اللغة يعني قسمت العلماء أو العرب كلمة الحب وأعطته كلمات من حب وود وعشق وغرام و و و إلى يمكن 60 درجة. أعلاها شو كانت؟ الوله. فالوله هو أعلى درجات الحب. فبهذا نصبح لكلمة الله معنيان، والمعنيان صحيحان. الأول هو من تشتاق له نفوسنا، والثاني هو من نحبه بأعلى درجات. فلا يوجد حب أعلى من الحب الذي نكنه لله عز وجل، فهو صاحب الحب وكل الحب لله عز وجل. ومن هنا جاء كلمة أو جاءت كلمة. هذان إخواني المعنيان الأكثر يعني ثباتا عند علماء اللغة أو عند ما قال في كلمة الله قول. الآن لما نسأل ونقول أن الله سبحانه وتعالى هو من تشتاق له نفوسنا، هل هذا يعني أنه إحنا نشتاق لله، ولا كمان الاشتياق يأتي من الله عز وجل إلنا؟ لما نقول أنه إحنا نحب الله، هل هذا يعني أنه إحنا نحب الله، ولا يعني كمان الله سبحانه وتعالى يحبنا؟ معناه الكلمتان الأله والوله هنا تفيدان التبادل. شو يعني التبادل؟ يعني أنا أحب الله والله يحبني، أنا أشتاق لله والله يشتاق لي. بهذا يصبح المعنى. أما لو سألنا كم أنت تشتاق لله، أو دعونا نقول كم الله سبحانه وتعالى يشتاق لعبده، أو كم الله عز وجل يحب عبده، يعني الله يعني أديش الله سبحانه وتعالى بحبك، كم يحبك الله عز وجل؟ لما قربنا العبادة والطاعة، يعني هل في ناس الله سبحانه وتعالى لا يحبهم؟ طبعا الصلاة. تمام. معناه الحب شماله، الحب الإلهي إن شماله درجات، وحتى إنه قد يصل إلى الصفة المنعكسة، يتحول من إيش؟ من حب إحنا نسميه إيش؟ كره. ولكن إخواني لا يوجد كره عند الله عز وجل. شو بنسميه؟ حب متدني. حب ماله؟ متدني لهذا العبد. من حتى لو سميناه في اللغة شو سميناه؟ كره. إلا يبقى، إلا إنه يبقى عند الله سبحانه وتعالى حب، ولكن ماله؟ متدني. لأنه لو كره الله عز وجل عبد، هل يبقي حي؟ هل يرزقه؟ هل يرحمه؟ هل يطعمه؟ هل يعني يدبر أمره؟ لانتهى تدبير الله عز وجل على هذا العبد، ولكن لا زال حتى الكافر شماله في تدبير من أمر الله عز وجل. ماذا يقول سبحانه وتعالى؟
يقول ويمدهم في طغيانهم يعمهون. شو يعني يمدهم في طغيانهم يعمهون؟ يعني هذا الكافر الطاغي الذي وصل أعلى درجات الطغيان، من أين يأتي مدده، قوته، حوله، مشيئته، تدبيره، من فين بيجي؟ يأتي من الله. الله سبحانه وتعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لذلك نقول إخواني حب الله درجة. فبسأل هذا الحب كيف أنا أضمن أن الله سبحانه وتعالى يحبني أكثر، يحبني أكثر؟ أقول حب الله عز وجل كأنه يعني صفحة مفتوحة، الله سبحانه وتعالى يقول لك هل حبي، فلتغرف منه ما تشاء. يعني الأمر متعلق في مسألة حب الله عز وجل إلنا، متعلق فين؟ في ذاتنا. أنا قديش بدي أحب الله عز وجل؟ فالله سبحانه وتعالى يقابل حبي له بحب مقابل بمقدار هذا الحب. وليش الله عز وجل يقابل ما أعطيه من حب بحب بنفس المقدار؟ ليه الله سبحانه وتعالى ما يعطيني أكثر أو يحبني حتى لو أنا ما حبيتوش؟ ليه؟ لأنه هذا سيتنافى مع ما اتخذه عز وجل لنفسه من أسماء وصفات. كيف يعني؟ نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى صاحب كل شيء، والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وكل شيء لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى له الحق أن يفعل أي شيء لأنه هو الخالق وهو المالك للأمور كلها. لأنه سبحانه وتعالى اتخذ لنفسه أسماء وصفات. الأسماء، أسماء الله وصفات الله من فين جاءت؟ مش منا، مش أمر يعني جاء مع الله عز وجل. احنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني هو الأول بلا ابتداء، ولكن هذه الأسماء والصفات من اتخذها؟ اتخذها الله عز وجل لنفسه. فلما يتخذ الله عز وجل اسم لنفسه فيصبح وتصبح تصرفات الله عز وجل معنا أو مع مخلوقاته متوافقة مع هذه الأسماء التي اتخذها عز وجل لنفسه. نأخذ اسم من أسماء الله على سبيل المثال حتى نحاول نبسط الأمر. الأمر ليس سهل، ولكن نحاول تبسيطه بقدر الإمكان. فنقول على سبيل المثال أن الله سبحانه وتعالى هو الكريم. الله سبحانه وتعالى الكريم، مش من أسماءه أنه الكريم؟ ونأتي ونسأل ماذا يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الكريم؟ شو بتعني؟ العطاء. العطاء، الكرم هو العطاء. طيب هذا الكرم هل هناك قواعد تحد لهذا الكرم عشان أقول عن هذا الإنسان كريم؟ خلينا نأخذ نبسط الأمر، نبسط الأمر إنه لن أستطيع أن أفهم صفة الكرم الرباني بمعزل عن شيء ملموس أراه. يعني علي إن أول إشي أدرس الكرم البشري، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا نفحة قليلة من إيش؟ من الصفات الموجودة عنده. فالبشر فيهم من هو كريم. نأتي لصفة الكرم عند البشر ونسأل إنسان كريم ماذا يعني أن يكون هذا الإنسان كريم؟ نسأل فنقول مثلا يعطي الفقراء، يعني يرحم الضيف، يخرج الضيف، يعني يشفق على السبيل. طيب أبو إيش البركة؟ أبو أنس. نيجي نقول أبو أنس، قال لي والله يا شيخ خالد أنا عازمك عندي على الغداء. هذا شو نقول عنه؟ كرم. لحد هلا ايش؟ كرم. توقفنا شو بنقول؟ لحظة يا عمي، بدنا نفهم هل فعلا هذا كرم؟ طب أبو أنس ما عرف محبة، يعني ما سألنيش أنا شو بحب آكل، معناه ممكن أسوي لي شغلة ايش؟ أنا بحبهاش، فلا أستطيع أن أقول إنه هذا كرم. حتى إنه يكون كرم فلازم أبو أنس بعد ما يسألني أو يعزمني على الغداء شو بده يعرف؟ ويعرف ايش اللي بحبه. يعني مثلا الجنة هذه كرم رباني، الجنة جمالها كرم رباني، ولكن يجب ان يكون في الجنة ما تشتهي انفسنا وتلذ له هذه الانفس وتطيب العيون والانظار والاسماع لما في الجنة وارتضيه واريده واحبه. يكتمل أو تبدأ تكتمل إيش؟ سورة الكرم. فنقول من متطلبات الكرم أن يعلم الكريم ما يحب المكرم عليه
حتى يكرموا فيه. هاي ابو انا شو سوى؟ طلع من السؤال الاول انه انا عزمتك، السؤال الثاني شو هو؟ شو بتحب احضر لك او شو الشغلات اللي بتحبها عشان احضر لك اياها واحضر لك منها؟ فانا قلت له مثلا على سبيل المثال والله بحب 1 2 3 4 5. فشو ابو انا اسال؟ طيب هو عدل لي 5 شغلات، بدي اختار انا رقم 3. هاي من الشغلات ليش؟ اللي بحبها الشيخ واحضر له اياها. عشان سوينا ارتقينا كمان شغله كمان نقطه ارتقيناها حتى نفهم الكلام. هل لغايه الان بقول عن ابو انس كريم؟ راح تستغربوا انا اقول لكم لا، بس لحد هلا ابو انس مو كريم. امتى بقول انه ابو انس كريم؟ لما يحضر لي 5 شغلات اللي انا بحبها. 5 شغلات اللي انا حكيت له عنها اللي انا بحبها كلها يحط، كلها يحط. في هاي الحاله شو بقول عنه؟ بقول عنه حتى هلا هذا يتوافق مع كرم. ابو انس لانه كريم شو قال؟ والله كل الشغلات اللي حكاها الشيخ بدي اسويها وبدي انا اكرمه، بدي انا اكرمه. طيب انا رحت ايش؟ رحت على عزومته، او خلوني اقول انه انا على سبيل المثال ما رحتش، رفعت عليه تلفون وهو ايش؟ حضر السفره وتعبان له مسكين 4 ايام بيشتغل في السفره بحضرها وبظبط فيها. رفعت عليه تلفون ابو انس بيقول لي سامحني انا مش جاي على الغداء. سكرت الخط. ابو انس شو سوى؟ تكرت معه، اخذ على باله، زعل، تغلب وشو ماله؟ يحضر وانا اعتذرت. اذا ابو انس حس ولو ذره شعور بالسوء اني انا اعتذرت عن المجيء لكرمه، يصبح ابو انس ليس بكريم، تنتفي عنه صفه الكرم مباشره. فحتى يكون ابو انس كريم، حتى لو تغلب وتعب وشعي وحط كل ما لذ وطاب لهذا الشخص، وهذا الشخص اعتذر بطريقه ما او باخرى، شو لازم يكون داخل قلبه؟ على قلبه زي العسل، ما في شيء مشكله. وقتها شو بقول عن ابو انس؟ فعلا كريم. اما مثلا ناخذ مثال ثاني، انا رحت على الغداء عنده وقعدت قدام السفره وطلعت وفيها كل ما يرد لي ويطيب لي وفيها كل ما اشتهي وكل شيء تمام، وشو قلت له؟ قلت له على لحظتها والله انا مش قادر اكل. ابو انس قام زعل، شو قام بدا يحمل الطعام ويطعمني رغما عني. هل استطيع ان اقول انه ابو انس كريم؟ لا. لغه اخواني، من يجبر الاخر على الكرم هذا لا نسميه كريم، انما نسميه لئيم. الفرق ما بين الكريم وما بين اللئيم ان الكريم يجعلك او يعطيك احقيه اختيار كرمه، واللئيم يجبرك على هذا الكرم، يعني سوى لك شغله هو من منظوره مناسبه لإلك وفرضها عليك. هذا شو بنسميه؟ لؤم. لئيم صار فيها اجبار على الكرم. فالله سبحانه وتعالى شو بنسميه؟ كريم. شفتوا كل اللي حكيناه هذا في المثال؟ هذا يندرج قليلا تحت ايش؟ صفة الكرم من ربنا. فالله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق لنا ما نحب ونشتهي، كل ما نحب وكل ما تشتهي انفسنا، ونوع لنا اياه اشكال والوان، مش بس هيك، وخلق اكثر مما نحب. يعني مثلا الجنة نعلم انه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. ليه؟ لأنه هذا ينطوي تحت إيش؟ صفة الكرم الرباني. والله سبحانه وتعالى حتى إنه ترضى، حتى إنك ترضى، والله سبحانه وتعالى يرضى عن رضاه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا الكرم إذا أنت رضيته، يعني يرتضي لك الكرم فقط ان انت اضطريت. يعني انسان يقول لله عز وجل انا ما بدي الجنه، هل يدخل سبحانه وتعالى الجنه رغما عنه؟ لا يدخل الجنه رغما عنه. هون اخواني بتصير مساله الكافر، مساله الكافر اللي بده يروح على النار، مش لانه الله سبحانه وتعالى شاء انه يعذبه، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق البديل من صفه الكرم تبعته، بديل الجنه
حتى يضعوا خيار لهذا الإنسان، إن هو رفض نعمة الله فيكون له البديل اللي هو النار، فالنار بديل سلبي لإيش؟ للجنة. ولكن الأصل شو هي؟ صفة الكرم. لكن هذا البديل حتى تبقى صفة الكرم عند الله سبحانه وتعالى متحققة وكل الخيارات مفتوحة وما يضيع ولا أي شيء من هذه الصفات الربانية الموجودة عند الله عز وجل. هناك نقول إخواني، لما نقول أن الله سبحانه وتعالى يحبك، مقدار هذا الحب شو بتوافق؟ بتوافق عن مقدار حبك لله عز وجل. كلما تقدمت أكثر لله شو بيسوي سبحانه وتعالى؟ يتقدم لك. قدمت له ذراع يتقدم لك إيش؟ باع. قدمت تمشي له خطوة شو بيمشي لك؟ خطوات سبحانه وتعالى. بتذكر الله عز وجل في نفسك بذكرك في نفسه، تذكر الله عز وجل في ملأ بذكرك في ملأ خير منهم. ليه؟ إنه الله سبحانه وتعالى يحب. إنما يترك سبحانه وتعالى لك الخيار أن تختار كم تريد من حب الله عز وجل. لذلك يا إخواني لن يعذر إنسان يوم القيامة أنه لم يتحصل على حب الله عز وجل. ليه؟ لأنه هذا خياره، وعدم تحصله على هذا الحب الرباني إنما يعني رفضه لحب الله عز وجل في الدنيا، فتكون النتيجة أن الله سبحانه وتعالى يحترم هذا الخيار في رفضك لحب الله، رفضك لكرم الله عز وجل، ويتركك في خيارك اللي انت اخترته، فيكون هذا خيارك، هذا خيار. عشان هيك اخواني يعني هاي الكلمة اللي احنا قرأناها كلمة الله لربما قليلا توضح لنا باقي المعاني اللي موجودة في البسملة. بسم الله ايش؟ الرحمن الرحيم. فلو سألنا اخواني قبل ما نسأل عن معنى الرحمة، لا ما بدي أسأل عن معنى الرحمة، ولكن أريد أن أسأل عن الكلمتين رحمن ورحيم في اللغة كأفعال، يعني رحمن على وزن فعلان ورحيم على وزن فعيل. في اللغة نسأل ما الفرق بين الصفات التي تحمل الوزن فعلان والصفات التي تحمل الوزن فعيل. فعلان كان أقول غضبان، جوعان، كسلان، عيان، هذه الأفعال. وفعيل كان أقول طويل. يعني إيش؟ في عندي كلمات أو صفات في الصفة فعلان، في عندي كلمات في الصفة إيش؟ فعيل. نسأل ما الفرق بيناتهم؟ رحمن مبالغة من الرحمة، مبالغة في الرحمة. رحمن يعني فعلان هي المبالغة في الصفة، مبالغة. لو فعيل زي مثلا رحيم او طويل هذه مخصوصه يعني يخص فيها يعني ناس معينين. رحيم في فئه معينة. لا احنا بنحكي في الصفه ما لمش شمالا، نحكي في الرحمه في الصفه نفسها في اللغه كلغه. بيجي اشمل من الرحمن، بيجي اشمل. طيب خلينا احنا بس نساعدكم شوي في اللغه. عندما نقول في اللغه فعلان كان نقول غضبان، فنقول هذه او هذا الفعل امتلأ في الصفة. شو يعني؟ يعني تدرج في النمو وبدأ يزداد قليلا حتى شو صار؟ ممتلئ في الصفة. فالغضبان شو بدأ؟ بدأ بغاضب واشتد هذا الغضب، ثم اشتد شو اصبح في النهاية؟ غضبان. فلا يوجد فوق غضبان زيادة، فلا يوجد فوق غضبان زيادة. كان أقول جوعان، كان جائع واشتد جوعه واشتد شو صار؟ جوعان. أما نقول غضبان، بدأ في الغضب واشتد غضب وشو صار؟ غضبان. فلغة فعلان تأتي بمعنى امتلاء الصفة، تأتي بمعنى إيش؟ امتلاء الصفة. أما فعيل كان أقول طويل، فلغة تفيد ثبات الصفة. فلما نقول هذا العمود طويل شو ماله؟ هذا الطول لا راح يزيد ولا راح ينقص، شو راح يتمه؟ راح يتمه طويل في هذا الطول. ففعيل في لغة تفيد ثبات الصفة، وفعلان تفيد ايش؟ امتلاء الصفة. هذا لغة. طيب
طب نأتي الآن نطبق اللغة، لأن القرآن الكريم شجاع بلسان عربي يعني يتوافق مع اللغة العربية، ونقول إن الرحمن علي، إذا بدي أقيسها على صفة الرحمن، بدي أقيسها على اللغة، تصبح رحمن شمالها امتلاء صفة الرحمة، ورحيم شو تصير؟ الرحمة الثابتة، الرحمة الثابتة. فأنا أسأل السؤال اللي بعديه، الله سبحانه وتعالى صفاته هل هي صفات ثابتة أم صفات متغيرة؟ ثابتة. الله يكرمك يرضى عنك أحسن. صفات الله شمالها ثابتة، لا تزيد ولا تنقص ولا تتغير ولا تتحول ولا تتبدل. الله سبحانه وتعالى إن أخذ لنفسه أسم أو صفة انتهى الموضوع، صارت هذا الصفة شمالها ثابتة، صفة ثابتة لا تتحول ولا تتبدل ولا تتغير، لا تزداد ولا تنقص. بس هذا الأمر شو بحطنا قدام إيش؟ قدام مشكلة رحمن. فكيف تكون صفة الرحمة صفة ثابتة يعني رحيم صفة ثابتة لغة، يعني ما في مشكلة عندي فيها، ولكن فين تصبح عندي المشكلة؟ في رحمن، في رحمن ليش؟ فعلان، لأنه صفة متغيرة. فكيف تكون صفة الله عز وجل في الرحمة أو بالشرط في الرحمة؟ إخواني في شمول أخرى زي على سبيل المثال الرازق والرزاق، الرازق مالها والرزاق، الرازق شمالها ثابت، الرزاق شمالها صيغة مبالغة، شو يعني؟ ازدادت. فهل رزق الله ثابت ولا يتغير رزاق؟ هل رحمة الله ثابتة ولا تتغير رحمن؟ هون السؤال إخواني اللي إحنا بدنا نسأله. هون إخواني الإجابة على هذا السؤال نأخذها ونشتقها من فين؟ من نفس الكلام السابق في معرفة أسم الله عز وجل. يعني لو لم أدرس كلمة الله كان أنا وضعت نفسي أمام مشكلة كبيرة في فهم صفات الله عز وجل، وهذا أمر مهم جدا، مهم جدا أني أنا أفهم صفات الله عز وجل. فقلنا في صفات الله من كلمة الله أن الله سبحانه وتعالى ترك لك أن تختار ما شئت أن تأخذ من إيش؟ من صفاته، وكذلك الرحمة، وكذلك الرزق. فأنت من تحدد كم تريد أن تأخذ من رحمة الله عز وجل. على سبيل المثال نعلم أن الراحمون يرحمهم الله، مظبوط ولا لا؟ فأنت عندما تكون راحم في الدنيا رحمك شو بتزداد عليك؟ رحمة الله، لأنه هاي الرحمة اللي بتزداد عليك من رحمة ثابتة ممتلئة لا تزداد ولا تنقص، إنما أنت تغرف من هذه الرحمة بمقدار ما شئت أن تغرف، بأن تعلم أن هذه الرحمة عز وجل لا تتغير ولا تزداد ولا تنقص ولا تتبدل ولا تتحول، إنما سر مقدار الرحمة مرتبط بفعلك أنت، كم ترحم ترحم، كم ترحم ترحم، ومن لا يتعامل معنا كيف الله عز وجل بيتعامل معنا. فالأصل والمشكلة فينا، يعني أنا لما أكون في الدنيا ويصيبني هم وغم وتلاحقني المشاكل والمصائب شو بقول؟ بقول الشيء مرتبط في أنا، لأنه صفات الله شمالها ثابتة، أمام صفات الله الثابتة شو اللي بيتغير؟ فعلي أنا. عشان هيك الله سبحانه وتعالى بيعلمنا شو بيقول لنا؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كلما تقصر في أمر طلبه منك سبحانه وتعالى تتسبب لنفسك بإيش؟ أن تلحقك مصيبة من المصائب في هذه الدنيا، وهذا يتغير وتتغير معه مقدار الرحمة التي يرحمك فيها سبحانه وتعالى في تلك اللحظة. لكن إخواني ما أصابك من هم وغم وابتلاء ومصيبة كله من الله عز وجل، ولكن الأصل فين؟ الأصل فيك أنت في تعاملك مع الله عز وجل. حتى إخواني الابتلاءات، يعني هنقول في المصيبة في الابتلاء،
والفرق ما بين المصيبة وما بين الابتلاء أن المصيبة تصيبك بشر أنت قدمت فيه، في معصية أنت قدمت فيها، في عدم طاعة أنت قدمت فيها، يعني أنت انتقصت طاعة أو ارتكبت معصية أو أذيت إنسان، فهذه تلحق فيها مصيبة. ولكن حتى إخواني إنسان مطيع لله عز وجل 100% ومحب لله عز وجل قد تلاحق أحياناً الهموم، قد تلاحق الهموم، فنقول هذا الإنسان مطيع لله 100% ما ارتكب ذنب وما قصر ويقوم بالطاعات ويرحم الناس ويفعل كل ما هو مطلوب منه وزيادة، فلما تلاحق المصائب ولما تلاحق هذه الأمور التي يعني تعيق عليه الدنيا؟ ونقول هذه الخيرية التي أنت فيها، هي الخيرية اللي أنت فيها، هذا خيارك، أنت اخترت أن تكون إيش؟ طيب، أنت اخترت أن تكون مؤمن وإيمانك حسن، هذا الاختيار اللي أنت اخترته شو بتسبب لك؟ أن الله سبحانه وتعالى يحبك. ولكن حب الله عز وجل لا يقع علينا بمعزل عن باقي صفات الله عز وجل، يعني عندما يقع أو يريد سبحانه وتعالى أن يحبك فيجب أن يحبك بصفة العدل تبعك مع باقي الصفات، ولكن أخذت كمان صفة، يعني بدي أربط صفتين مع بعض، والله سبحانه وتعالى بحبك وبده يرحمك، ولكن سبحانه وتعالى شو ماله؟ عدل، بحبك وبده يعطيك، بده يثيبك، بده يفتح لك باب خير، ولكن سبحانه وتعالى عادل. فنأتي إخوان ننتقد قليلا بصفة العدل ونسأل، لما يكون الله عز وجل عادل ويريد أن يعطيك، ماذا تعني صفة العدل؟ صفة العدل تعني أن يعطي كل البشرية مثلك، هذا العدل. العدل شو هو؟ والله سبحانه وتعالى يعطي كل البشرية مثلك، يعني بده يعطيك شيء شو بده يسوي للباقي؟ الباقي بده يعطي نفس الشيء. طيب أين الاختصاص؟ نسأل أين الاختصاص؟ والله سبحانه وتعالى أنا كنت طيب وقدمت لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى نظر لي نظرة حب يختصني فيها، ولكن يجب أن تكون متوافقة مع إيش؟ مع العدل. فيأتي التكبير من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى بحل هذا الإشكال. كيف بحل هذا الإشكال؟ شو بقول؟ بقول ابتلوا عبدي وأعطوا كل الصابرين هذه العطية. الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد، وهذا شو ماله؟ منهم اللي حواليه شو مالهم؟ ما صبروا، وهذا شو ماله؟ صبر، لأنه يقبل تدبير الله عز وجل. فشو بقول سبحانه وتعالى؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا بحظ عظيم. يعني الله سبحانه وتعالى حط القاعدة الأمين للجميع، شو معناها؟ شو صارت؟ عدل. ولكن النتيجة أن الله سبحانه وتعالى اختصك، لأنك أنت اختصيت نفسك بإيش؟ بهاي العطية الربانية. لكن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شو بقول؟ أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحين ثم الأمثل فالأمثل، كل يبتلى بحسب دينه، فإذا كان في دين العبد غلظة كان ابتلاؤه غليظ، وإذا كان في دين العبد رقة كان ابتلاؤه رقيق. شو يعني؟ يعني الأنبياء لما الله سبحانه وتعالى بده يرفعهم أعلى عليين شو بسوي؟ بيبتلي كل الناس وهم بيكونوا أصبر الناس، عشان هيك شو بتكون العطية لهم أعلى من باقي الناس. أشد الناس ابتلاء، لأنه الأنبياء أشد الناس عطاء من الله عز وجل، فتصبح العطية مرتبطة مع إيش؟ مع مقدار الابتلاء. فنقول في النهاية الأمل شو بيكون؟ كله مرتبط فينا إحنا، أنت الذي يحدد كم تريد أن تغترف من صفات الله عز وجل، الشغلة مربوطة فيه. هناك إخوان تذكروا عندما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بعجالة إخواني شرحت بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن على الحقيقة لو بدنا نتدبرها مش بدنا درس ولا درسين ولا ثلاثة ولا عشرة، بدنا مئات الدروس بس بسم الله الرحمن الرحيم، نتعرف فيها
على كل أسماء الله وصفاته، لأنه الله سبحانه وتعالى عندما وضع لك مفتاح، فقط وضع لك إيش؟ مفتاح في هذه الآية، وشو عليك أنت؟ أن تتدبر باقي الأمور التي تأتي بعد هذه الآية من نفس القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لازم تتدبر كل آيات القرآن بنفس الفهم ونفس المنطق. ما أعتقد أنه في وقت كافي لآية أخرى من سورة الفاتحة، يعني نكتفي بهذا المقدار. إذا في حد عنده سؤال نجيب أو أختم. طيب، ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أحصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين في كل مكان، فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر يا مولانا منهم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب